ورمرتيات لغا سو ساري دونا كاسو آن ارانين مدحوين حسن شيخ محمود إيا صاحب ديسو دم الجديد سيدا سيما إذن لو وذاقني مسا إذن لما وذاقين هذا بشاقة دو حوي ما أنت واسبتي أحد أيا سو قلي دونتا ورمرتيات كي ملا سو ساري أو مريد كوادنا قبط كو أها حسن شيخ محمود أر شيخ شريف شيخ أحمد فرماد يدني حاسسنا حاسسنا مدح وينها صومالي صغو هبين آنو ساحنين أيي هدنا يغون تكمل يكنينيجي آيو مدغي آن يكو إرغن وديارنين وحي صو سارين سغال قضب أو سغال كبا ودنا حنوجينا أيه مدح وين حسن شيخ محمود يأتبع ديسا أي كبيين كون الدونين كرسي الصومالية ديكتاتورية لبضا كون أفري لبعتك قدو بضا سي أيانو أخرين دوننا لكن شاقة دي وحاوي إلهي بهورت القيد كأك يوحي دحاية لكن إن قرشياشا فيلوين كأنك ورقبنو وحاد دليل كو قفلا اسنين تو ربايان كو داي حسن إن او بارلمانك قبقع وكو مرسيو ما المكوران كو شاقة لكن اسنين تانتان لقارن دستور كان لغو داتي قلو ورا كسو بحايا كو داي بل حسن عاوة ما بيقوا بلو جاية ما تكمل ما برستمول ما ايو ما ديجي حسن هبين ندان هردو ويكاتكتي اساقي ايو واريكو بل عاوضة سيديابو اسايحان دونا حسن شيخ محمود قضبضي ايان اخرين دونا دلقات كو حقين دلدلان كانوا حقين جمهورية دا فدرالك صوماليا فدرال ريبابليك اوف صوماليا ايا عيوان لوغا ديجي تاريخ دو وصدحي لباتنك مارس اللبادة كن اي افري لباتنك قروي ورمرتياد وذا جرعه وي مدحوين ياشي هوري اي دالكا اي كسو سارين كلما وذا تشيو اي كو ياشين قروي وهي هاي انو اف صوماليك والا يقبضي لكن هدي ان قدع شكولكو بانكوش صوماليش انكو اخريو هلا يدو القاتو مدحوين ياشي هوري اي دالكا مدان الشيخ شريف شيخ احمد اما مدانة شريف شيخ احمد يا مدانة محمد عبد الله فرماجو او كان بقاده يا دور كا كغا ادن حوجنت مدنمده ودا جيركا يا دولتنمده الصوماليات ايا كولمو ودا تشي اه كولا قاطي مغالده غروي مدحوينها بونتلاند مدانة سعيد عبد الله الدني مددي ودخايسه 22 مارسو الا يا 23 مارسو لبدا كن يا 24 لبدا مدحويني او كول احسن سامين تقلاف كارمها الدستور حالد امني اي دلك خسارها كدشاي ويرردي او عدوغ كوبيكسانيو عيدمدين يا ظروفا هاليسكا هاليستا كو اه جيرتانكا يو مدنمدا قرنكا سومالييد وها اي سو سارين ودبدن كووي كو كوي كو مديد دوي لباي لبا مديد دوي سدعي سدع مديد دوي تضوي واكو تاكسها ولي قام مقرش سدعي دي توم بلوضا تاني سلسي كو مضحضو وحي بقادين ايان دادال لذا نفخورني مضلي اذا مضحو قدالك صوماليات اي كو وجه ايان ارقا قحسادة على الشباب يقا اوه شعبك اي قرنك صوماليات وقطع سيادين ايان دمان هل يدي كشهيد دي دفاع الدلكة وضبك كوبات لابو مدحوين ياشو وحاي أتكينيان وحاي أتكيين دذا الذي مددي سو سعودي اللقو بحيي دي بقو ديسك عيدة مدى كسعو وهي هاي ورقدة دي بقو ديسك عيدة مدى حوق الدلكة صوماليين صوماليا مدهين إن أي أرتكولي ديهين ماشا ساكا عركتا صوماليات بيير هذين وأي صوماليا إيه صوماليات كلام عنوا وحينا دولة فدرال كا اوغو باقين إن أي ديب اوغو لابطه ببها لسماء عيدان كا إيه ديب وحرينتا إيه دو لوطنا ما يستيريو عيدا مدى أقبكا قرشها إيه ساند دا أي أباهين يهين سي أي وحريان دالكا حني عش
سندي واب عنتان بدركي وكا عنتان عيدا مدي واب بابيسان جوجيو وعيدا كقلبية صدح مدحوين شيخ شريف شيخ أحمد يا مدحوين محمد عبد الله فرماجو وعايلو ذاقين مدحوين بونتلان نتيجة يا عقبضها نتيجة يا عقبضها وان وانتي أي كجرين أي كسلي سنيد قلاف كالدولة الفدرال كأه يا بونتلان يا أريمها الدستورك أفر لبدا مدحويني وفرماجو يا شيخ شريف شيخ أحمد وحاي كحويهين إن مدحوينها الجمهورية الفدرال كصوماليا مدن حسن شيخ محمود وكعج جيدي بلنتي كسلي سنيد إسو سودوينتا لبدا دينا تاس أو مركي هوري وإرقو أهان وقعد صدي إن أي تغان قروي كان شقيان حلين تقلاف كأولحية بونتلان يدولة الفدرال كأه غضب كشانات لبدا مدحويني وفرماجو إيا شيخ شريف شاق أحمد وحاي سي وضي دونان دادالذو ذا كو آدن إسو سودوينتا وذا جيركا يمدني مضى شعب كصوماليين وحينا سو جيدين ايان قبسو مدى شر وضا تشي او كو ادن حالد ادك اي الظروفة خطرتا اه اي كو حيران مدني مضى اي قراني مضى دالكا شر 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 واي اي قلب كل حد مضحضو waxay isku afgarteen waa dhamaan intii garow isugu tagtay markaa madaxdu waxay isku afgarteen in la sameeyo gudi qaban qaabo shirweyne wada tashi oo ka shaqeeya farsamada iyo qabsoomida shirka sabuurada mar hore laga xiraaniga ha mar hore ma ogola waxaan oo kala caawa caaway kula shaay baash tadabo labada madaxweyne waxay ku celiyeen mowqifka adag ee ay ka taagan yihiin qorshaha aan sharciga ahayn ee lagu bedelayo dastuurka dalka kaas oo halis gelinaya dawladnimada iyo midnimada dalka Soomaaliyeed waa xumaanteeda hadhaada ma jiro way mari ama hamarin mari ama hamarin haddaad marisidna ma jirto haddaan marina ma jirto lacag adaa bixiyay been adaa sheeg adaa ku qasaaray hadii aad u hoggaansami weydidna shacabka Soomaaliyeed habadda anagoo tuutaysan waana arkaysaa waay wixii shalay adigu aad samaysay waa lagu sameynayaa waayah qodobka sideedaad madaxdu waxay fariin u direen gudoonka iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyaga oo kula dardaarmaya in ay ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybinaya midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed ayna ka joogsadaan hannaanka ayna ka joogsadaan hannaanka aan waafaqsanayn sharciga ee lagu bedelayo dastuurka dalka qodobka ugu dambeeya ee sagaalad madaxdu waxay uga digayaan waa fariin toos ah waa direct indirect man madaxdu waxay uga digayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in uu ku sii socdo dhabahan qardajeexa ah ee bedelida dastuurka ka joogso wey ifkan waxaa la joogtaa jannadu ku geeyaa ama sanaarta jahannama jacaylkuna sidoo kale nimcuu kuu jaheeyaa ama se laama kula jaba wadiiqadan jirjirsani jiddan bay ku geysaa ama jar iyo buur dheer xasanow ka joog wey macnuu wey madaxdu waxay uga digayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in uu ku sii socdo dhabahan qardajeexa ah ee bedelida dastuurka waxayna u soo jeedinayaan inuu ku soo laabto jidka sharciga iyo wada ogolka ilaaliyana dastuurka uu isagu u dhaartay.
sida aan wax kuugu dhiibanay noo soo dhaxdhig waay nidaamkii lagu gu doortay ha burburinin xasanow dalku kaliya ma lihid macnuhu waa sida ugu dambeyntii ayay ku soo gunaanideen madaxdii garow isugu tagtay labada madaxweyne waxay mahad celinayaan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dali golayaasha dawladdiisa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland soo dhaweynta diiran ee martigelinta wanaagsan dhamaad isku luuqad xataa maan haddii af qalaad lagu hadlayo Ingiriis ama Carabi ama af Soomaali qormada artikalka macnihii banjuweeshanka hakadka faasilada waxa weeye nabad iyo nolol waa maafiya aqoon leh demul jadiid sidaan wax uma qori karaan xataa maba qori karaanba waaye horta caawa madaxweynaha Soomaaliya in ay nafta ka baxdaan ka baqaya aniga isagoon waxna waxba lagu dhufanin naxdin daraaddeed hal la eega hadda Xasan Sheekh Maxamuud Musqusha in uu ku jiro iyo inuu bannaanka joogo sidaan ma hadda caafimaad ma ahana warkaan war caafimaad Xasan war caafimaad gelinaya maahan warkaan waa war Xasan Sheekh Maxamuud Shuban ku ridaayo waay warkaan waa war Xamse Cabdi Bare ma istaaga ka ridaayo waay warkaan waa warka waaya xisaabta markay meesha marayso marka isla markii way ishayn waayeen Axmed Macallin Fiqi ma dhageysateen caawa markii warqadan ay soo baxday bal ma dhageysanaa wax yar laba daqiiqo Saciidana waan baa wuxuu yiri maalin dhexdaasa farmaajo warqad soo saaray waa ka soo dalsaa farmaajo maalin dhow ay taallay oo yiri tuula loo laabanaya Sheikh Sharif ka daba hadlay asna qabiil buu xasan sheekh ka shaqeynaya wiil garow uu aaday waa ka daba hadlay de waxa sax maahan wax nooqal mana maaha madaxweyne xasan sheekh oo ajandayaasha waaweyn oo qaran ka dhigtay in saacaddan buuq la furo oo lagu eedeeyo xasan sheekh qabiil buu ka shaqeynaya inta diweyn soo istaago inuu yiraahdo qabiil buu ka shaqeynaya mid kaloo madaxweyne ahaan jiray asna yiraahdo tuula loo laabanaya arrintaasi wax noo cuntaba miya looma cuntay karaa suurkan haddii wax ka qaldameen waxay wax ka qaldameen saaxiibkeen Shariif barku joogay anigu waa la rag la shaqeynayaan ahaa ay ka hadashay dad badan ay ka hadleen dastuurkan waa ku meel gaar 2012kii ayaa 825 waaye hay hawshiina ma wadataan idinku dastuuraan hirgelinaynaa ayaa dhacdeen waxba la idinkama sheegin laakiin Sheikh Shariif Sheikh Axmed farmaajo mid kale buuq in hadda la furo ma ahan 15 may kor ka warran xasuus ma leedihin 15 may kor iyadoon macnii dastuur aan la bedelin nidaamka uu kala socdo macnii wax maxaa samaysan idinku maxaa samaysan damul jadiid iyo daljib maxaa samaysan maxaa idinka cabaadsiinaya marka okay cabaadkoodu waan aragnay waxaan rabaa in aan u galno marka gudaha Xasan Cali Qayre Xasan Sheekh Maxamuud ayaan war idinkaga haynaa waxaan war idinkaga haynaa ciidanka Soomaaliyeed ee la laayay qaabka loo laayay siyaasadda ku duugan intaasna waan idin sheegi doonaa cawada way karkaraysaa baraha bulshada macnihi damul jadiid uma ahaanin in ay joogaan qodobka ugu horeeya isla dastuurkan daba jooga Faisal Cali Waraabe oo shalay Xasan Sheekh Maxamuud Iri Soomaali ula jiray way ka hor yimaadeen waxay yiraahdeen Faisal wuxuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud macnii maanta inuu dastuuraan bedela uu yiraahdo oo diktatooriyad uu ku hamiyo waa waxaan caqliga galay inuu yiri haddii sidaa uu bilaabayna garowe daarood isku urursanaya sida uu warka u dhigay meeshaas uu waran kala dhig waayahay Muuse Suud iyo Lixow iyo waxaan u gudbaynaa xildhibaan ka soo